انا اكتشفت قوة خارقة جديدة معايا. عارفين هي ايه؟ طيب بصوا كده، واحد اتنين تلاتة، اوبا يلا طيرني يا معلم. اوبا بصوا، شفت اللي حصل لنا يا باتمان؟ احنا شربنا مشروب غريب قوي من بلاك بانسر، وبعد ما شربناه كلنا دخنا. بقولك يا سيكتور، انا شفت اصلا بالشاشة بتاعت الجوكر وحد غريب كده كان واقف معاه وبيخططوا على حاجة شريرة للابطال الخارقين. صبح يا شباب، ازيكم وعاملين ايه؟ فاكرين باتمان؟ ايوه احنا كنا اشخاص عاديين، بس بقينا باتمان الخارق. وزي ما سمعنا يا شباب ان الجوكر بيدور عليا علشان عايز يحاربني. عايز ايه؟ عايز يقتلني. بس انا طبعا مين؟ البطل الخارق باتمان، اللي طبعا محدش يقدر علينا. اول حاجة هنروح نبص للكمبيوتر ونستكشف كل ملفات الجوكر علشان نعرف هو عايز مننا ايه. فيلا بينا يا شباب، قبل ما نروح للكمبيوتر ونشوف الجوكر عايز يعمل ايه، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك العنيف بتاعكم يا اساطير. يلا بينا يا شباب نروح دلوقتي ونشوف الجوكر وملفاته ونقرأ كل حاجة عنه. يلا بينا. طيب يا شباب، زي ما انتوا شايفين كده احنا بنكون وصلنا للكمبيوتر. يلا نقعد على الكرسي ده. يا سلام، ايوه اقعد كده ونبص براحتنا. نشغل الكمبيوتر بقى ونشوف الجوكر بيخطط على ايه وبيقول ايه. ايه الغباء اللي انت عملته ده؟ يا جوكر؟ انت كشفت شخصيتك قدامهم وهم قدروا يوصلوا لباتمان، وباتمان يقدر يجيب مكانك وممكن يهزمنا. لا 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 ما تخافش، انا عندي خطة هندمرهم بيها. اسمع، انا زرعت وسطهم جاسوس، الجاسوس ده هيشربهم ترياق، والترياق ده هيخليهم من غير قوة خارقة، ووقتها هنهزمهم وباتمان هندمره وكل الابطال الخارقين وهننتصر عليهم. برافو، خطة جميلة. احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى الابطال الخارقين هيكونوا متفقين مع بعض ولا هيتخانقوا. لا 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 ما تخافش، اكيد هيتخانقوا، دول بشر، ده حتى القوى الخارقة اللي معاهم مش عارفين يستخدموها، لازم يتخانقوا. وبعدين انا عايزك تثق فيا، انت مستقل بيا ليه؟ طيب ماشي، خلينا نشوف الخطة بتاعتك، ولو فشلت انا بنفسي هدمرك يا جوكر. ايه ده يا شباب؟ انتوا سمعتوا اللي انا سمعته وشفتوا اللي انا شفته؟ ايه المخطط الشرير ده؟ انا ما فهمتش حاجة، بس هو تقريبا عامل اتفاقية مع واحد من الابطال الخارقين اللي معانا علشان يتجسس علينا؟ لا لا انا لازم اقول للابطال الخارقين التانيين علشان يكونوا منتبهين من البطل الخارق ده. ده جاسوس وعايز يأذينا، بس انا اكيد هيبقى منتبه منه. انا مش عارف بصراحة اعمل ايه، اقول لهم ولا لا؟ طيب ماشي انا دلوقتي مش هقول على حاجة. انا سمعت انه ايه، في عالم كده جاي للمقر بتاع الابطال الخارقين وعامل اجهزة غريبة كده. مش بس كده، تعالوا، انا نسيت اقول لكم ان انا اكتشفت بقوة جديدة من القدرات الخارقة بتاعتي. ايه مش عايزين تشوفوها يا ابطال؟ طب يلا بينا نروح برا دلوقتي في مكان بعيد كده وكبير علشان اوريكم انا اكتشفت ايه. يلا بينا. طيب يا شباب يلا بينا علشان اوريكم دلوقتي القوة الخارقة الجديدة اللي انا اكتشفتها بالبدلة دي. يلا بينا دلوقتي. ايه هنطلع فوق بقى، هنروح فوق. بصوا، يلا واحد اتنين اوبا. نسيت اقول لكم على حاجة كمان، انا عرفت ازاي بستعمل الحبل المعاق ده اللي معايا. ايوه ده بصوا كده، انا لسه ما عرفتش. ماشي، هوريكم بعد شويه، معلش. شايفين المقر بتاع الابطال اهو فوق، شايفينه مقر الابطال الخارقين العظيم اللي هناك. طيب ما علينا من المقر الابطال ده. بصوا يا شباب، زي ما قلت لكم انا اكتشفت قوه خارقه جديده معايا. عارفين هي ايه؟ طيب بصوا كده، شايفين المكان ده؟ بصوا، هوب اوبا، شايفين ده؟ بيحرق اي حاجة قدامه، اي بيحرقها وبيدمرها كمان، شايفين؟ انا حرقت المقر بتاعي. لا المقر بتاعي بعيد، بس ايه رأيكم يا شباب بالقوة الخارقة دي؟ اهو شايفين ازاي؟ يا سلام، بصوا يا شباب بصوا، انا برضو مش مصدق اللي بيحصل، شايفين؟ وربنا يا شباب اسطورية الحركة دي. ووو. طيب يلا بينا دلوقتي يا شباب، زي ما قلت لكم انا سمعت ان في عالم جديد جاي على المقر بتاعنا علشان عايز يورينا على اجهزة.
عامل اجهزه جديده بس انا مش عارف هي الايه. وبالنسبه للي انا شفته بالشاشه ده انا مش هقول لحد، وهعمل حالي ما عرفتش لحد ما اشوف هما بيخططوا على ايه، بعد كده اقول لهم على كل حاجه. يلا بينا دلوقتي هوريكم انا ايه، هوريكم انا بستعمل المسدس ده ازاي. يلا بينا. بصوا يا شباب اهو، شايفين المقر بتاع الخارقين فين؟ انا دلوقتي هطير عليه واروح بسرعه واوريكم بقى ايه ازاي بقيت استعمل الحبل بتاعي. يلا تعالوا اما اوريكم. يلا بينا، 1 2 3 اوبا. يلا طيرني يا معلم. اوبا بصوا بس كده خلاص بقيت فوق المقر، خلاص محدش هيشوفني. اشوف كده اساسا محدش حس عليا. يا سلام، اهم الشباب هم فوق كلهم متجمعين هنا. ايه طب يلا بينا نطلع نشوفهم ولا ايه؟ لازم نطلع نشوفهم. باتمان يا باتمان، جاي في الطريق دلوقتي. باتمان كلمني. ازيكم يا شباب؟ ايه ده، ازيك يا باتمان؟ ازيك يا رماس؟ ازيك يا سبايدر مان؟ ازيكم يا شباب؟ الحمد لله يا باتمان. ازيك يا باتمان؟ اهلا يا شباب. الحوارات اللي حصلت في المقر بتاعنا يا باتمان. يلا تعال. ايه اللي حاصل؟ ايوه انا سمعت انه في عالم. ايه ده، هو العالم ده الجديد؟ ازيك يا عالم؟ ازيك يا باتمان، انا اتشرفت بلقائك. والله انا اتشرفت اكتر يا معلم. ايه قول لي عملت ايه في المكان ده؟ ثواني بقى قبل ما تقول له عملت ايه. بص يا عم العالم، انتوا مع نفسكم بقى طوروا الاجهزه دي، احنا ناس على قدنا يعني، فاحنا ناخد الابطال الخارقين دول وننزل ناكل حاجه على ما تعرفوا بقى على الاجهزه دي. يلا بينا يا شباب. ماشي يا معلم. بقول لك ايه يا عم سيكتور، انت يا عم الهالك. نعم يا باتمان. انت بقيت نفسيه قوي، اوعى يغرك جسمك. بقول لك ايه، انا مصغر نفسي عشان اعرف ادخل من الباب ده، فخلي بالك بقى لو اتضخمت اعمل لك بطاطس محمره. بص الازاز ده جبنه صناعيه عشان يقعدوا بقى يصلحوا فيه واخدوا وقت كبير. ايوه ما انا فاكر اخر مره انت دمرت الازاز ده كله. يلا ماشي نبقى نشوفك بعد شويه لما اخلص مع العالم ده. ماشي، واحنا مستنيينك تحت. تعالى يا جماعه بصراحه، عشان بلاك بانسر ده واضح ان هو عنده قدرات جميله عاوزك تشوفها معاه. تعالى يا برنس. انا عاوز اكل. انا عاوز ازيك يا باتمان. اهلا يا عالم، ازيك؟ انا سمعت من سيكتور انك بتفهم في الحاجات دي. والله بصراحه بص مش قوي بصراحه، بس عندي خلفيه يعني، لأ عشان انا عندي بالمقر بتاعي كمبيوتر كبير وجهاز تاني كده انا لسه ما اتعمقتش فيه. ان شاء الله ابقى اعرف منك يعني لما اخدك هناك وتشوفه. بس قول لي انت عملت هنا ايه؟ انا ظبطت المقر وعملت شويه اجهزه، والاجهزه دي انا ممكن اطور بيها اي سلاح، اي درع. مثلا الدرع بتاعك. ايوه اطوره لك. الدرع ده اللي انا لابسه؟ قصدك البدله بتاعتي؟ ايوه. عظمه، ازاي؟ حتى السلاح اللي في ايدك ده انا ممكن اطوره لك واكله لك اقوى. بجد؟ طب ازاي؟ على اي جهاز؟ انا شايف في 3 اجهزة 4 اجهزة مش 3. تعالى كده وريني يا معلم. مثلا ده الجهاز اللي انا اقدر فيه اطور البدلة بتاعتك. ايوه. وتعالى برضو الجهاز ده ممكن اطور فيه اي سلاح. اوبا عظمة قوي. والجهاز ده بقى اقدر بيه اطور الدرع بتاع ايرون مان، انا عامله مخصوص لي اول ما عرفت ان هو موجود. ده بس الايرون. طب ايه بقى اللي انا اقدر اطور فيها البدله بتاعتي؟ اي حاجه من الاجهزه دي بجد. طب بقول لك انا عندي بدله تانية بس دي سايبها في المقر صراحه. انا كده جربت البسها بس ما لقيتش فيها اي قوه، يعني انا ممكن احطها بالماكينه دي او بالجهاز ده واخليها اقوى ب10 اضعاف مثلا من البدله اللي انا لابسها دي. ايوه اكيد. دي حاجة عظيمة قوي، علشان انا شفت مخطط كده كان بيحصل بس عايز ادرسه طبعا بعد كده بقى اشوف الحل معاهم. بس الاول قولي، تنصحني اني اطور البدلة التانية والبسها لما اروح احارب اي شخص شرير، ولا اروح في البدلة بتاعتي؟ هاتلي بس البدلة التانية وانا اظبطها لك واخليها لك اقوى من دي. لا يا معلم، انا ممكن اخدك للمقر بتاعي ومنه تشوف الجهاز التاني ومنه برضه اوريك البدلة، ايه رأيك؟ تمام ماشي، يلا بينا. يلا يا معلم ماشي، انا فاضي برضه ما عنديش اي مشكلة. يلا بينا. يا باتمان تعالى يا باتمان، شفت اللي حصل؟ ايه سيكتور فيه؟ بلاك بانسر ده بيقول لنا اللي هو معاه مشروب لو شربناه هيقدر يطور البدل بتاعتنا ويخليها اقوى بكتير. ايه ده بجد؟
ماشي أيوة. ماشي، بس بقول لك يا سيكتور، انا دلوقتي مش هقدر اشرب حاجه علشان انا عايز اخد العالم ده واوريه الاجهزه بتاعتي بالمقر بتاعي. بس احنا مش واثقين بصراحه في اللي بيقوله ده. انا قلت له اللي احنا معانا العالم مؤمن هو اللي يقدر يطور البدل بتاعتنا، قعد يقول لنا لا انا البدله بتاعتي اقدر اخلعها والبسها تاني براحتي واتحكم فيها. هو انا اقدر اخلعها، تبصوا. واو واو، شفت يا عالم؟ شفت قدرته؟ انا بصراحه يعني كنت شاكك فيه من الاول، بس بعد لما لقيت ان هو بيقدر يتحكم فيها بالقوه دي، انا محتاج المشروب ده علشان ساعات قدره هالك ما بقدرش اتحكم فيها وبتخرج عن السيطره. بدلتك يا بلاك بانسر مطوره باشعات النانو، عشان كده انت تقدر تعمل كده. يعني مش مشروب هو اللي بيقدر يخليه يعمل كده؟ ما اعرفش، حسب علمي وكده اشعات النانو هي اللي بتعمل كده في البدله. ماشي، بقول لك يا سيكتور، هو ممكن المشروب ده يكون مدموج بحاجه كده بالاشعه اللي قال عليها الدكتور. بقول لك ايه، انا دلوقتي هاخد العالم ونروح على المقر بتاعي. ماشي ماشي ماشي، روح يا باتمان. يلا سلام يا ابطال. ماشي يا معلم، سلام يا ابطال، باي باي، تعال اتفضل يا عالم. يلا بينا يا دكتور مؤمن، يلا يلا بينا، يلا ورايا، من هنا من هنا. اهو اهو يا دكتور وصلنا، تعال اتفضل اتفضل، خش ورايا اتفضل. ماشي يلا بينا. اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. ايه ده؟ ايه المكان الجامد ده؟ ايه رايك؟ انا معرفوش بصراحه، انا جيت هنا لقيت البدله دي بتاعتي اللي انا لابسها، لقيتها هنا بالصندوق ده، ودي البدله التانيه اللي قلت لك عليها. كويس قوي البدله دي، انا ممكن اعمل عليها اختبارات واطورها لك اكتر. بجد؟ على الجهاز اللي انت قلت لي عليه صح؟ اه. طيب جامد قوي. بقول لك الكمبيوتر ده انا اعرفه، تمام؟ ده فيه ملفات الابطال الخارقين كلهم، فبعد اذنك انا مش عايزك تلمسه. هو ده بس الجهاز اللي انا ما عرفتلوش بصراحه، فممكن كده تبص له؟ الجهاز ده بيقول لك بيانات العالم كله، يعني بيقول لك مثلا صاروخ جاي على الارض، حاجه من دي يعني. ايه ده بجد؟ اه. بص الشاشة اللي هنا، أنا شايف فيها صورة بدلة وكده وحاجات غريبة. آه بيقول لك التطويرات بتاعت البدلة بتكون عاملة إزاي. آه دلوقتي أنا فهمت، يعني الشاشة دي لو كان في أشرار جايين علينا أو كده. لأ، الشاشة ليها استخدام. آه علشان كده أنا شايف النقط الخضرة دي. آه طيب، متشكر يا دكتور، والله متشكر. طب إيه، عايزنا أوريك المقر بتاعي ولا إيه؟ لا خليها في مرة تانية بقى، لازم نرجع لهم دلوقتي. ماشي يا معلم، خلاص، شكرا ليك علشان علمتني على الكمبيوتر ده، وشكرا حبيب. كمان علشان هتطور لي البدلة الخارقة التانية دي. لا ده أكيد. يلا بينا يا معلم نرجع. شكرا يا دكتور، شكرا، اتفضل. أنا عايز أخش جوه الجهاز ده، أنا عايز قوتي ترجع تاني. يلا يا دكتور تعال نشوف إيه مالهم الشباب بيزعقوا كده ليه؟ اطلع يا دكتور. أنا سامع باتمان بيطلع. سامع باتمان أهو طالع. يا شباب أنتوا بتزعقوا ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ البدل بتاعتكم فين؟ ايه ده يا شباب البدل بتاعتكم فين؟ ايه اللي حصل لكم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا شباب؟ شفت اللي حصل لنا يا باتمان؟ احنا شربنا مشروب غريب قوي من بلاك بانسر، وبعد ما شربناه كلنا دخنا، وفجأة القوة بتاعتنا راحت. بس الغريب بقى ان انت كنت مشيت انت والعالم ده، واحنا بصراحة شاكين فيك يا باتمان، وحاسين ان انت ورا كل اللي حصل ده انت وبلاك بانسر، والعالم ده عالم مزيف. لا يا عم شكر فيا، انا ما عملتش حاجه، انا رحت علشان اوري الجهاز اللي عندي بس. بقول لك يا سيكتور، انا شفت اصلا بالشاشه بتاعتي الجوكر وحد غريب كده كان واقف معاه وبيخططوا على حاجه شريره للابطال الخارقين، فاكيد هو كان ناوي على كده. ولما انت شفت ده ليه ما جيتش قلت لنا من الاول واستنيت بعد ما القوه بتاعتنا راحت؟ مش قلت لكم يا شباب ده متفق مع بلاك بنسر الشرير علشان يسحب القوه بتاعتنا وهو يبقى اقوى بطل خارق فينا؟ لا 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 انا مش متفق. اجري يا عالم، اجري اجري يا عالم. شفته اللي عمله ده؟ انا مش شايف حاجه. بتمرمى دخان، بتمرمى دخان وهرب. احنا عشان ضعاف ومش هنعرف نلحق بيه، هرب بتمان، هرب يا شباب. طب وبعدين؟ قوتنا راحت كابتن خارقين، هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده يا شباب وايه اللي حصل ده؟ انا مش مصدق، الابطال الخارقين بيتهموني. ايوه هو غلط، انا كان لازم اقول لهم على المخطط الشرير اللي كان بيعمله الجوكر والراجل الغريب اللي معاه. طب اعمل ايه؟ بقول لكم يا شباب، انا هحط رابط القناه بتاعت سيكتور تحت، روحوا له بالكومنتات واكتبوا له انه تامر ملوش دعوه، باتمان ملوش دعوه، ما عملش حاجه، وهو شاف الجوكر وشاف راجل غريب كان معاه وبيخططوا عليكم.
والنبي يا شباب تروحوا هناك وتقولوا له كده، قولوا له ان انا ماليش دعوه وما عملتش حاجه والنبي يا شباب. ويلا يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه كمان علشان ايه تتابعوا السلسله كامله هنا. باي باي.